وعلى خطاها مشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سمعني بداية الهداية. بس لما كمليزا وسلمت نوكا بالسلام فقرأ الفاتحة. بس سمع سورة الفاتحة قبل أن تتكلم، قبل أن خزون غنزة سبع مرات، مرة سبع، والإخلاص وأنا إخلاص سبعا مرة سبع، والمعوذتين نمعوذ بل سبعا مرة سبع. فذلك بس هلو يعصمك لتكويفات ويبه من الجمعة قوانسي جمعة إلى الجمعة الأخرى مفاق جمعة لنجي، ويكونون هو هرزان ينكوكيك لك كوكوهو من الشيطان كتوكمان الشيطان. وقل لو سمع بعد ذلك بعد هلو اللهم ايوه مولا يا غني ايوه منجي وقواسي، يا حميد ايوه منجي وقويمديوا، يا مبدئ ايوه مني قوانسيشا، يا معيد ايوه مني كوريكيشا، يا رحيم ايوه مني أخنيني نكواسي ميمي بحلالك وحلاليك نرامك نياتي حرميك، وبطاعتك نكواطاعيك أما معصيتك نيبوك معصيك، وبفضلك نكوافضل أما من سواك نكما نسيكوه. ثم كيشا سوالي سوالي دلوماتي بعد الجمعة ركعتين ركعتين أو أربعا أو ركعتين أو ستا أو ركعتين، متنا متنا بل بل. فكل ذلك بس يدعي مروي يمبكيوا عن رسول الله كمبكي أمتما من يزمكم صلى الله عليه وسلم رحمز من يزمكم في أحوال مختلفة كتك حال جزو تفوتيانا. ثم كيشا لازم المسجد لازميانا مسكيتي إلى المغرب مبكى مغرب أو العصر أو العصر، وكن نوه حسن المراقبة وزور وقبل لزا للساعة الشريفة وساعة كفو، فإنها بس مبهمة لنكد في جميع اليوم كتك سكوت. فعساك بس هو نهوه أن تدركها وكدرك، وأنت نهوه خاشع لمن يكون يكيا لله كمن يزمه متضرع لمن يكون يكيا، ولا تحضر ولو سيحضري في الجامع كتك مسكتوه جمع ولا مجالس القصاص ولا مجلس يفسى، بل مجلس العلم النافع يكون فايز. وهو الذي نعني المقام يزيد زدشا في خوفك كتك كوكو بقاكو من الله يبدوك من يزمك تعالى عليك، وينقصنا من رغبتك قدوما كل مزقاكو في الدنيا كتك الدنيا. فكل علم بس كلا علم لا يدعوك أي قوات من الدنيا كتك من الدنيا للآخرة بك آخرة. فالجعل بس يجيغا أعواد ونجمان فازايد عليك جو يكو منه كل كل. فاستعذ بالله بس يلغو من يزمغو من علم كتك من علم لا ينفع عيد فايش. وأكثر الدعاء نفعني ويندي ودعاء عند طلوع الشمس وقت وقت مزجوع، وعند الزوال وقت وقت في اللقاء، وعند الغروب وقت وقت، وعند الإقامة وقت وقت مصالة، وعند صعود الخطيب وقت وقت بند خطيب المنبر منبر، وعند قيام الناس وقت وقت سمام واتو إلى الصلاة
fayushiku basi ya kurubia antakuna liwe asatu sharifatu saatu kufu mibadhi hathi ila ufati katika baadhi zinakati wajitahidi na ujitahidi antatasodaka utoe sadaka jihadha liyaumi katika isiku bima kwa kile ambazo kwamba takhdiru waweza alayhi juu yake وإن خلى نينغاك من وقت فتجمع بس وكوسانيا بين الصلاة كتي الصلاة والصوم نقفوم والصدقة نصلاة والقراءة نكسوم والذكر نذكر والإعتكاف نإعتكاف والرباط نكجفنك نمسكت وجعل نوجالي هذا اليوم يسيب من الأسبوع نكتوك ما نويك خاصة خاصة لآخرتك وجل آخرتك فعساه بس هويندا أن يكون إكاو كفارة نيني كفوتا لبقية الأسبوع وباقي يا مصر بسم الله الرحمن الرحيم آداب الصيام إذن أداب زكفونغا لا ينبغي هيتكيكاني أن تقتصر أفوبيليز على صوم رمضان جو يكفونغا رمضان فتترك التجارة أكاتش بيشارة بالنوافل وسنة وكسب الدرجات العالية نكتوم درجة زجو في الفراديسي كتك بيبو زفيردوس فتتحسر وكجوتا إذا نظرت زامو كيانغالية إلى الصائمين كوين يكفونغا كما تنظر كما أنفوانغالية إلى الكوكب نيوتا الدري دري وهم الحلواو في أعلى عليين وكو كتك جو زايد يا عليين والأيام الفاضلة نسكبورا التي أنبازو شهدت الأخبار زم شهودية حديثي بفضلها كوبورا واكي وشرفها نوتكف واكي وبجزالة الثواب نكوينج وثواب في صيامها كتك كزفونغا يوم عرفة كوانزا نسكو يا عرفة لغير الحجاج وسيكون محجاج ويوم عاشوراء نيوم عاشوراء والعشر الأول نكم لكوانزا من ذي الحجة والعشر الأول كم لكوانزا من المحرم ورجب وشعبان وصوم الأشهر الحرم نكويفونغا ميزم تكوفو من الفضائل نميونغوني ومبورا وهي نايو صوم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب واحد موج فرد أكوبوكي وثلاثة نميزمتات سرد نيين يكفوتانا وهذه نهيزي في السنة نكتك مواكا وأما في الشهر أما كتك موينزي فأول الشهر نموانزو موينزي وأوسطه نكتكتياك وآخره نمشواك والأيام البيض نسكنيوب وهي نازو الثالث عشر والرابع عشر والخامسة وهي نازو الثالث عشر والرابع عشر والخامسة عشر وأما في الأسبوع نأما كتكويكي فيوم الاثنين والخميس نسكو جمعتات الخميس والجمعة نجمع فتكفر هفوتوا ذنوب الأسبوع مذنبياويكي بصوم الاثنين وكفونغ جمعتات والخميس والجمعة وذنوب الشهر نا مذنبي يا موينزي تكفره فوتوا باليوم الأول كسيكو يا كوانزا من الشهر واليوم الأوسط نسيكو يا كاتي نكاتي واليوم الآخر نسيكو يا مشو والأيام البيض نسيكو نيوبي
وتكفره فوت ذنوب السنة مذنب يمواك مزيمة بسيام هذه الأيام وكفونك هيا مسيك والأشهر المذكورة نميزي إليو تاجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. آداب الصيام هزني آداب زكفونغا لا ينبغي هيتككاني أن تقتصر أفوبليزي على صوم رمضان جويا كفونغا رمضان فتترك التجارة بالنوافل وكاتش بيشارة وسنة وكسب الدرجات العالية تميفاني يعني معطوف يا التجارة ساوى فتترك التجارة وكسب ساوى وكسب الدرجات العالية نكتوم درجة زجو في الفراديس كتكا بيبوز فردوس فتتحسر وكجوتا إذا نظرت زامو كيانغالية إلى الصائمين قويني كفونغا كما تنظر كما نفوانغالية إلى الكوكب الدري نيوتا يا الدري وهم إلحالواو في أعلى عليين واكو كتك جو زايديا وليوكو جو والأيام الفاضلة نسكبورا التي أنبازو شهدت الأخبار زمشهودية حديثي بفضلها كوبرواكي وشرفها نوتكفواكي وبجزالة الثوابي نكوينج وثواب في صيامها كتككوزفونغا يوم عرفة نسيكو يعرفة لغير الحجاج أتولى جزيلة سيكو أمازو نبورا متكفونغا سيكو يقوانزا أمبو نبورا كفونغا يوم عرفة نفكري اسمي سوما كتك دورا رسيليو kwanza ni يوم عرفة لغير الحجاج kwa sio kwa nani mahujaji wenye kuhiji wa يوم عاشوراء na kufunga siku ya Ashura tarehe ngapi tarehe 10 mfungo siku Muharram tarehe 10 sawa wal ashru al awwal na 10 la kwanza min dhil hijjati wal ashru al awwal 10 la kwanza min al muharram يعني سنة mtu afanye nini afunge wa rajabu afunge mtu rajabu wa shaabanu wa sawmul ashhur alhurumi na kufunga miezi mitukufu min alfadhaili ni miongoni mwa mabora wa hiya na hiyo miezi mitukufu dhulqa'dati wa dhulhijjati wal muharram wa rajabu wahidun moja fardun uko pweke وثلاثة نمتات سرد إمفواتان وليوكو بوي كنوبي رجابو ساساوا منجين مفانيني إمفواتان وهذه نهي في السنة نكتك مواك وأما في الشهر هنا أما كتك موينزي فأول الشهر مزوى موينزي وأوسطه نكتكتياك وآخره نمشواك والأيام البيض سكن يوبي وهي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة زوت متفقينيني أزفونجي وأما في الأسبوع فيوم الاثنين نسيكو يا جمعتات والخميس والجمعة فتكفره فوتوا ذنوب الأسبوع مذنبيويكي بصوم الاثنين والخميس والجمعة وذنوب الشهر مذنب يا موزي تكفر باليوم الاول كسيكو يا كوانزا من الشهر واليوم الاوسط واليوم الاخر والايام البيض تكفر باليوم الاول واليوم الاخر واليوم الاوسط واليوم الاخر والايام يعطي فيها بيو زوت اسمي عطف يابي اليوم مجرور بالباء سنية وتكفرون هفوت ذنوب السنة بصيام هذه الأيام وكيفونها يا مسيك والأشهر المذكورة نميزي اليوتاجوا نهينا إن شاء الله
pia tuelekea kukoma. Hii tukikoma hapa mwisho chini itakuwa tumekoma. Sawa. Bidayatul hidayah ni vigawanyo viwili. Mwanzo ukiwa mmesoma bidaya kama mkumbuka. Aliposema bidayatul hidayah asema bidayatul hidayah ni vitu vingapi viwili? Al-qismu al-awwalu fi at-ta'at. Mkumbuka? Al-qismu al-awwalu kuanzia sisi tuanze kusoma mpaka sasa tusoma fi at-ta'at. Tutakoma hapa chini. Al-qismu thani ni hiyo fi ijtinabi al-ma'asi. Ambao hii al-qismu thani fi ijtinabi al-ma'asi hii inshallah ndio tutakokuja kuianza baada ya kumaliza utla inshallah. Duraru itakuwa tumemaliza, lakini tukirudi tutaweka kitabu kingine na huko itakuwa tuanza al-qismu thani fi ijtinabi al-ma'asi. Itakuwa al-qismu al-awwal fi at-ta'at tume ndio tuliyemalizia ndio tuliyofungia darasa letu. Tumefahamiana? Mwenyezi Mungu inshallah tupe umri tumalize kwa salama, lakini kumaliza si shida. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya hivi vitabu ambavyo kwamba tutavisoma. Pengine baadhi yenu mtaona acho tupumziki hivi na hivi, lakini manufaa mtakuja kuyaona. Mimi nina yakini haya ninazungumza hadhiri, mtakuja kuyaona manufaa siku mkifika mahali. Sasa nyinyi mkiwa ndio mashehe wakuu, nyinyi ndio sadrul maqami, nyinyi kwenye ile makamu ndio mliowekwa mbele. Alhabib tafadhali, alhabib tu kalima, alhabib alhabib. Sawa, utakapofika mazo na umpata wanafunzi, na kuna kupata wanafunzi ambao wenyewe hawajielewi, na kuna kufika mahali Mwenyezi Mungu akupewa wanafunzi ambao wenyewe mwerefu. Wewe ni wale wanafunzi wamekuja wataka kusoma. Sawa. Sasa ukiwapata wale ambao hawajielewi utajua tutasala risala hawa. Lakini ukipata wale ambao wametoka makwao kuja kusoma, ni mpaka wewe mwenyewe kwenye kichwa chako uwe na kitu cha ziada. Kitu cha ziada utakipata wapi? Ni hivi tamaa tutavisoma sisi. Na vile ambavyo tumesoma kule madarasa, hivyo ndio vitu vya ziada ambavyo kama mtavishika vizuri vitawasaidia wakati huo. Mmoja katika walimu zetu tumalizie yuko anatoa kisa mahali. Amekita kwenye ziara igizi ya Mambroi wakati kulipofanyika dora ya walimu. Alisema kule Lamu kuna mwalimu yamjua rafiki yake. Yule mwalimu hufungua madarasa, akawasomesha wanafunzi mpaka wakifika al-faslu thani. Yule mwalimu huondoka katika ile madarasa, akafungua madarasa nyingine. Wakifika awal huenda akafungua madarasa nyingine. Kule kwa watu wengine asema sikuja nikamuuliza, mvipi wewe, mbona waasisi madrasa kila siku? Akamwambia kwa sababu elimu yangu ni hapo awal thani. Sasa mtoto akija hazipate, si ndio? Naanza na yeye, twaenda. Tukifika mahali sasa ule mtoto yuanza kutambua kwamba huyu ustadhi kama hapa amfika mwisho hapa. Tafahamiana? Asema inabidi nitafute mtu mwingine nimwachie. Mimi nikatafuta wengine ambao nikifika bado mimi nitakuwa niko juu kile. Sasa kama atakuwa walimu hao shauri zenu. Dhahir, kama atakuwa hao walimu wafungua madrasa awal thani thalith. Nikifika thalith wafikirie, huu mtaa watu wajeuri, hawalipi. Ngoja ndio mtaa mwingine. Kalama hukimbii kutolipwa, wakimbia. Sasa jamaa washahitimu. Na umpata wanafunzi wa kuuliza uliza. Alisa kadhalika. Basi inshallah tusomeni ili Mwenyezi Mungu inshallah tufungulie tupate ilmu ambayo itakuwa ndio ya kutuweka karibu sisi na radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanak Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا انفعنا soma dua, soma dua, soma dua.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وذكاء الصالحين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، ويا رب إبراهيم، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، ارزقنا العلم وألزمنا الفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.